ميركاتو مش من العيار الثقيل، وخصوصا للفرق اللي كنت متوقع انها تعمل ميركاتو على اعلى مستوى عشان ترجع تستعيد قدراتها، تستعيد قوتها، رغبتها في تحقيق القاب كانت معتاده على التواجد فيها زي برشلونه مثلا. واحنا النهارده معانا في السادسه ديفيد باديا، كان مدير فني لفريق شباب برشلونه سابقا، وايضا كان مدرب مساعد لفريق الميريا الاسباني وفريق فنرباشا التركي. هو ضيفنا في السادسه، بدايه طبعا نرحب بيه ونشكره على مشاركته معانا. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. Thank you very much. It's an honor for me also. شكرا جزيلا، من الشرف لي ان اتواجد معكم. يمكن الكل في انتظار ميركاتو قوي جدا سواء لبرشلونه طبعا او لريال مدريد اللي خسر كتير من نجومه في السنوات الاخيره. كان في صراع بين الاثنين على واحد من الشباب او من النجوم الصاعدين في فريق فنرباخشا التركي، هو طبعا رادا جولر، وحسمت الصفقة لصالح ريال مدريد. بداية عايز أعرف يعني إيه اللي كان شادد فرقتين بحجم الريال والبارسا للاعب صاعد في الدوري التركي، وأكتر حاجة بتميز جولر من وجهة نظرك؟ Well, exactly. I don't know what was the حسناً inside the أنا لا أعرف بالتحديد ما أهداف الفريقين، ولكني أعرف أردا جيدا لأنني من استقدمت أردا جولر من فريقه القديم إلى فنرباخشة حينما كنت مدربا مساعدا. أنا من لاحظته وأنا من قمت باستخدامه. أنا أعرف أنه لاعب رائع وهو لاعب يناسب تماما ريال مدريد، ولكن ايضا اردا جولر هو بروفايل ممتاز جدا لبرشلونه على ما اعتقد. هل تتوقع انه لاعب قادر يظهر في او ينتقل من الدوري التركي للليجا يقدر يظهر في اول موسم بالنسبه له، ولا هو صفقه بيتم تجهيزها للمواسم القادمه؟ حسنا، ليس من السهل ان تتاقلم في الليغا الاسبانيه، الامر معقد قليلا ان تنتقل من دوري عادي الى الدوريات الخمس الكبرى، الامر صعب، يحتاج الوقت ليتاقلم، ولكني متاكد انه سيقوم بما عليه على اكمل وجه لانه لاعب مميز. بعد رحيل كريم بنزيما الكل توقع صفقات من العيار الثقيل، وصفقة الموسم وكل موسم على حد تعبير رودريجو نجم طبعا ريال مدريد كيليان امبابي اللي كل موسم بيقال انه قريب من الانتقال لريال مدريد ولكنها صفقة لم تحدث. هل كنت تتوقع ان يكون في جديد الموسم ده؟ حسنا، انا بالطبع هي ليست لحظات سهلة للأندية الإسبانية وخصوصا ريال مدريد. في نفس الوقت هم يعيدون بناء استاد الفريق، وهذا كلفهم الكثير من الأموال. هم يعملون وعلى ملف الصفقات بمنتهى الذكاء، يستغلون كل الفرص المتاحة ويعملون خطوة بخطوة، وأظن أنهم لا يريدون أن يكلفوا خزينة النادي الكثير من الأموال. برشلونة بنسخة تشابي استعاد جزء كبير جدا من بريقه، حقق بطولة الليجا، بطولة الدوري الأسباني، ولكنه يظل بعيدا على أو عن المنافسة على الشامبيونز ليج. الكل أيضا توقع أن البارسا هيعمل ميركاتو أو موسم انتقالات قوي جدا، ولكنه يعني اكتفى بصفقة من العيار الثقيل وهي صفقة جوندوجان قادما من المان سيتي. توقعاتك للصفقة أو نجاح صفقة جوندوجان مع تشابي والبارسا، وتوقعاتك ورؤيتك لقدرة البارسا على العودة للمنافسة على البطولات الأوروبية مرة تانية. بالنسبة لبرشلونة فإنهم في موقف صعب من الناحية الاقتصادية كما رأينا في السنوات الأخيرة. هم يصعدون لاعبين من الأكاديمية، لاعبين من ذوات المواهب العالية من الأكاديمية، هذا أفضل لهم. يحتاجون المزيد من الوقت لإعداد فريق قوي، ولكن بالطبع برشلونة سيعود مرة أخرى لريادة الفرق الأوروبية وفي نفس الوقت الفرق الإسبانية،
ولكن عليهم أولا أن ينتجوا لاعبين جدد، أن يخرجوا لاعبين جدد ليستخدموهم في الفريق الأول. بالطبع خلال عامين أو ثلاث أعوام سنجد برشلونة في مكانه الطبيعي. يعني خلينا نتفق أنه بيدري واحد من أهم المواهب الصاعدة، وبالمناسبة بيدري لفت نظري في الفترة الأخيرة في صور، يعني صورة في فترة الاستعداد للموسم الجديد. بيدري يمكن لما شفناه طبعا موهبة ما فيش حد يختلف عليها، واحد من أفضل اللاعبين اللي قدمتهم إسبانيا سواء في نسخة كأس العالم أو لدوره الكبير جدا مع جابي في برشلونة. لكن بيدري الحقيقة تطور بشكل كبير جسمانيا الموسم ده، يمكن الخبر كان بيقول أنه زاد حوالي 7 كيلو من العضلات. يعني هل ده طبيعي من وجهة نظرك؟ هل بيتم أو تم وضع برنامج خاص لبيدري على وجه التحديد عشان تحصل الطفرة دي في خلال سمر بريك أو يعني موسم تحضير للموسم الجديد؟ أعتقد أنه احتاج إلى هذا التغيير، واحتاج المزيد من القوة، لأننا لاحظنا ذلك في بعض المباريات. بعض الالتحامات التي تعرض لها كانت قوية، وهو يتعرض بحكم مركزي يتعرض لالتحامات قوية. هو احتاج أن يزيد 2 أو 3 كيلوهات من الوزن، وما زاد الآن أعتقد أنه كان مفيدا له. فهذا يعطيك قوة. يجب عليك أن تقاتل في مثل هذه المراكز، ويجب عليك أن تفوز بكل هذه الالتحامات. هذا ضروري للاعب خط الوسط. يجب عليه أن يكون لديه جسد مثل كريستيانو مثلا ليقاتل. اسمين الحقيقة كتير من المتابعين للليجا أو المهتمين بالليجا الأسبانية توقعوا أن هم يتواجدوا الموسم ده اللي على وشك أنه يبدأ يعني في الدوري الأسباني، وهو كريم بنزيما. كريم بنزيما اللي كان واحد من أهم عناصر نجاح الريال أوروبيا في السنوات الأخيرة مع طبعا تيبو كورتوا ومع فينيسيوس جونيور. رأيك في رحيله عن الريال وعدم قدرة الريال على تعويض حجم لاعب بحجم كريم بنزيما، ورأيك في انتقاله للدوري السعودي؟ ده الاسم الأول طبعا. أعتقد أن بنزيما هو لاعب كبير، لاعب مهم لريال مدريد، ولكني أيضا أعتقد أنه في نهاية الكارير الخاص به 35 عام قد أنهى مهمته. أعتقد أن ريال مدريد يستطيع أن يعوض كريم بنزيما. ريال مدريد لا يستطيع أن يجبر لاعبا على المكوث في النادي. هو أراد أن يجرب تجربة جديدة في الدوري السعودي. أعتقد أنه قد أنهى وأدى ما عليه في ريال مدريد. أعتقد أنه لن، إذا كان باقي في ريال مدريد فلن يقدم الأشياء المذهلة كما كان متوقع منه. فأعتقد أن هذا قرار صائب منه. والاسم الثاني هو ليو ميسي، ويمكن تحديدا من بعد نهاية كأس العالم في قطر الكل شعر أنه ده الموسم الأخير لليو ميسي في باريس. وكان هناك مفاوضات من بعض الأندية السعودية في مقدمتها طبعا نادي الهلال، وتم عرض رقم فلكي على ليو ميسي للانتقال للدوري السعودي، ولكنه المفاوضات بقت بالفشل. الكل توقع أنه الخيار الطبيعي لميسي هيكون العودة إلى البارسا من الجديد، لكن كانت المفاجأة بتوقيعه لنادي إنتر ميامي. رأيك في ده، ولماذا لم يعود ميسي للبارسا مرة أخرى؟ أعتقد أن برشلونة احتاج المزيد من الوقت لينسق أموره المالية، ويكون مستعدا لمثل هذه الصفقة، ولديه الكثير من الوقت الذي يحتاجه لينسق العديد من الأوراق الخاصة به داخليا. ولكن ميسي لم يرد أن يضيع المزيد من الوقت. أعتقد أنه قام بالقرار الصائب، قرار ذكي من ليونيل ميسي. لا أقول أنه أفضل قرار بالنسبة لبرشلونة، ولكن بالنسبة لميسي هو كان قرار صائب، خصوصا أن ميامي مدينة رائعة، هو آخر عقده كما قلت، ولكن هي مدينة رائعة ليس بالطبع كلوس أنجلوس، ولكن أعتقد أنه أراد أن ينهي مسيرته بشكل هادئ،
أن يذهب إلى هذه المدينة. هو ذهب هناك وتجول فيها ورأى الأجواء، فبالطبع هو مرتاح هناك. ما فيش شك أنه رغم انتقاله للبي اس جي ورغم تفضيله للعب لصالح إنتر ميامي، يظل ميسي واحد من أساطير برشلونة. لكن هل تعتقد أنه قراره ده ممكن يؤثر على علاقته حتى بعد انتهاء رحلته في الملاعب بنادي برشلونة، ولا هتظل أبواب الكامب نو مفتوحة للأسطورة الأرجنتينية ليو ميسي؟ لا لا، أعتقد أن جماهير برشلونة تتفهم موقف ليونيل ميسي طوال الوقت. الناس تعرف أن كل شخص لديه قرارات في حياته يجب أن يصنعها. فميسي قد قدم سنوات وعروض مذهلة لبرشلونة وجماهيره، وهذا أقل ما نستطيع أن نفعله لنقول له شكرا ميسي. هذا القرار أن يذهب لإنتر ميامي أو أي نادي آخر، فهذا من حقه. تعليقك أيضا على انتقال سيرجي بوسكيتس نجم برشلونة، وتفضيله أيضا للانتقال للدوري الأمريكي بدلا من الدوري السعودي، وتحديدا اختياره لإنتر ميامي، هل القصة قصة مجاورة ليو ميسي، ولا أنه الدوري الأمريكي قد يكون أفضل من الدوري السعودي؟ أعتقد أن السبب وراء هذا القرار هو العلاقة الجيدة بين اللاعبين. إذا ذهب ميسي هناك وبوسكيت ذهب وراءه، فأعتقد أن أيضا المزيد من اللاعبين سيذهبون هناك، فيصنعون مجموعة رائعة، وخصوصا العلاقات الأسرية بين اللاعبين، وهذا يحفزهم ويشجعهم للعب ممارسة كرة القدم بشكل أكثر استمتاعا. أعتقد أن الدوري السعودي أفضل بكثير من الدوري الأمريكي، ولكنهم أرادوا أن يستمتعوا بوقتهم هناك. السؤال هنا عن الليجا الأسبانية. الليجا كواحدة يعني كانت من أقوى البطولات، وما زالت طبعا لتواجد أندية كبيرة زي أتلتيكو مدريد، زي ريال مدريد، زي برشلونة، وحتى سيبيا وفالنسيا ما أقدرش أستبعدهم من المشهد. لكن الدوري الأسباني فقط كثير من نجومه على مدار المواسم الأخيرة، يمكن ابرزهم طبعا او كانت البدايه مع كريستيانو رونالدو، جارث بيل، ليو ميسي، النهارده بنتكلم على بنزيما، على سيرجي بوسكيتس. شايف انه ده ممكن ياثر على شعبيه وعلى جماهيريه الدوري الاسباني كبطوله في حد ذاته، ولا البطوله قادره على تعويض رحيل النجوم دول وجذب او الحفاظ على نسبه الجماهيريه والشعبيه ليها؟ بالطبع ليس من السهل أن تظل في المركز الأول طوال الوقت. نعم، هناك أساطير تتقدم في العمر ويخرجون خارج الأندية الخاصة بهم. الآن لدينا العديد من الأسماء خرجت، ولكن لدينا العديد من الأسماء قادمة. في رأيي أعتقد أن البريمير ليج، الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني سيتبادل المركز الأول في السنوات القادمة من حيث القوة. أهم الصفقات من وجهة نظرك اللي نجحت الأندية الإسبانية في التعاقد معها الموسم ده، واللي أنت شخصيا تتوقع أنها تصنع الفارق أو تظهر بشكل كبير جدا في الكرة الأوروبية؟ تريد اسما محددا، وأعتقد أن إمبابي سيضيف الكثير للدوري الإسباني إذا انتقل كما نتوقع لريال مدريد. وأعتقد أن أيضا إذا انتقل، إذا كنت تسأل عن الاستقدامات، فأعتقد أن هالاند إذا انتقل ريال مدريد سيكون رائعا. بيدري وجابي تراهن عليهم، عشان الحقيقه هم قدموا مردود اكتر من رائع سواء مع منتخب اسبانيا او برشلونه في الفتره الاخيره، لكن هل تتوقع ان هم يكونوا امتداد لثنائي كان من انجح الثنائيات اللي قدمتهم اسبانيا، تشابي وانيستا؟ نعم، بالطبع اعتقد ذلك، انهم قادرون على صنع هذا الثنائي الرائع مرة أخرى. أعتقد أن تكون نجما شابا في هذا السن في برشلونة، أعتقد أن لديك العديد من السنوات لتصنع ذلك. ديفيد باديا طبعا المدير الفني لفريق شباب برشلونة، بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى موسم رائع. دايما الكرة الأسبانية الحقيقة يعني عودتنا أنها تقدم مستويات كبيرة جدا، ونتمنى إن شاء الله
النجاح سواء للبارسا او للريال، والاثنين اعتقد ليهم كتير من الجماهيريه والشعبيه هنا في مصر زيهم بالظبط زي النادي الاهلي.